سيد باشا، سيد رئيس المكتب،
سيدان رئيس السيد رئيس الحبس الخاص المدير أقام التعاوي تداري فنتي أبنائي إعلام. كنشكركم جميعا وبغيت نطرح معكم واحد تحسوا بواحد الشعور الآن أنكم تخيلوا أنكم كما قريتوا صعيب عليك صعيب لهذا من هذا المنطلق من هذا الشعور اللي انت بكم دابا الآن هذا الشعور بغينا هاد الوليدات انهم تاثروا باش انهم يمشيو يبحثوا لنا على التلاميذ اللي انقطعوا لظروف قاهره. التلميذ ما عندوش مسؤوليه في الانقطاع، حنا اللي مسؤولين، حنا الكبار اللي مسؤولين كنيابه كمؤسسه كاساتذه كاسره كسلطه كجماعه، الكل مسؤول. اليوم الى ربينا غير بالتوحيد. وكاينه واحد البنت اللي كانت خصها تكون ما بين دوك البنيتات، ما كايناش هي، وغادي نلاحظوها راه غنديروها مع السي جوج بنيت اللي بقات عند المدرسه. المكان الطبيعي ديال التلميذ هو المدرسه. حنا الا بغينا نتقدموا ما غاديش نتقدموا بوحدنا، خصنا نتقدموا جميعا. هادو اللي قراو مزيان، ولكن هادو اللي ما قراوش غيخلقوا لنا مشكل في التنميه من بعد، لان البنيت الا ما قراش الوليدات ديالها ما غيقراوش. ولهذا بغيت انه الجميع يتمن هذه العمليه ونطاقوا ان شاء الله من اجل اننا نحققوا اكبر عدد ديال التلاميذ. واخا ما عندناش كما قالت الاستاذه واحد العدد كبير، ولكن ذاك العدد اللي انقطع كيخصنا باش اننا نشتغلوا عليه باش في البدايه ديال الموسم الدراسي ان شاء الله نشوفوا شنو هي المشاكل اللي عند كل تلميذ تكون مقاربه فرديه من اجل اننا نوقفوا على المشاكل اللي كيعاني كل تلميذ اللي انقطع عن الدراسه او لم يسبق له قط ولا جا للمدرسه قلت لاسباب قائمه. اذا ما يمكننا نقولوا الا نشكركم، نشكر هاد التلميذات اللي غيساعدونا، ونشكر كذلك الاطر الاداره التربويه، ونشكر كذلك الجمعيات اللي غادي تشتغل معنا، والسيد المدير والجميع اللي كيشتغل في هذا المجال، لانه الهدف نبيل بطبيعه الحال. ونتمنوا اننا نحققوا النتائج اللي كنطلبوا لها جميع تحت القياده ديال سيدنا الله يسوع. شكرا لكم. ما سمعتكش. طيب باش ترجعي أستاذة ولا ترجعي طبيبة إن شاء الله؟ طبيب؟ ما هو ممكن ترجع إلا بغات ترجع من غدا ترجع. كيفاش دابا هاد البيت؟ ها؟ شنو المشكل؟ شوف حنايا شوف هذا واحد الوعد غتقولوا لنا دابا البنيتة غدا ترجع تقرا فهمتي؟ إلا كان عندك شي مشكل ولا شي حاجة تروح مع السيد المدير والأساتذة، حنا كلنا موجودين الآن باش تقرا هاد البنت هادي. إلا ما قراتش هي هاد البنت راك خاسر أنت وخاسر حنا وخاسرة هي وخاسر المغرب. لأنه ساهل باش أننا نقولوا يمكن تغيب واحد النهار، ولكن باش نقاطع الدراسة البنت كيخصها توصل للسن ديال الرشد وتحقق داك الطموح ديالها والشخصيه ديالها، وداك الساعه دير اللي بغات، بغات تخدم تخدم، بغات تزوج تزوج، داكور؟ الله يوفقك.